يعني أنا أعتقد أن هذا الكلام يعني في الواقع وإن كان قرب بأنكم ربما تقصدون ذلك أنه إهانة للعراقيين، أنه إيران تمسك العراق، تمسك المعابر وكل منطقة في العراق. أنا أعتقد أن هذه إهانة كبيرة للعراقيين. يعني إذن أين العراقيون؟ أليس لديهم القدرة؟ في الحقيقة أنا هنا علي أن أشيد ببطولات العراقيين، ببسالتهم في مواجهة داعش، بتضحياتهم، بهؤلاء الشهداء الأبذال، خيرة أبناء الشعب العراقي ضحى في مواجهة داعش وهؤلاء الأرهابيين الذين جاءوا من كل مكان. الأخ تكلم عن التدخل، عن الجميع، عن النظام السوري، عن ما أدري منه، سوى عن رأس الحرب في كل هذه المشاكل وهي الولايات المتحدة. قل لي، هل إيران جاءت كما تفضلت حضرتك ووجهت السؤال للأخ عندما قلت له أنه من الذي جاء بالإرهابيين للعراق؟ من الذي جاء بالإرهابيين إلى سوريا؟ هل كانت إيران لتتدخل في سوريا وتساعد العراقيين في العراق؟ أنا لا أسميه، البعض يسمي أن إيران أنقذت العراق، لا، ليس كذلك. العراق ما أنقذه إلا العراقيين ببطولاتهم، بتضحياتهم. إيران مجرد ساعدت وتقول نحن قدمنا استشارات عسكرية للعراقيين. من الذي جاء بالإرهابيين إلى سوريا؟ من الذي جاء بالإرهابيين إلى العراق؟ أليس ترامب هو الذي يعترف نحن صنعنا الإرهابيين، نحن صنعنا داعش، نحن صنعنا القاعدة؟ هل هذا خاتم على أحد؟